Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu. Rabbana ya Allah, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sulthani. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Afdhala salawatika wa afdhala salamika wa afdhala barakatika 'adada ma fi 'ilmika wa salatan da'imatan bi dawamil mukik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il mihani wal ihani wal ahwali wal baliyat wa tusallimna biha min jami'il fitani wal asqami wal fati wal ahad wa tudahhiruna biha min jami'il uyubi was sayiat wa taghfir lana biha jami'al dhunub wa tamhu biha 'anna jami'al khathiyat wa taqdi lana biha jami'a ma nabdulu min hajat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khayrat min hayati wa badal mamat wa barik wa sallim 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man shalla 'alaihi 'adada ma fi 'ilmika wa salatan da'imatan bi dawami mukik. Allahumma rabbana rabbana ya Allah taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wahdini wahdina waffiqna ila haqqi wa ila dhariqil mustaqim bi barakati khatmil qur'anil 'azhim wa bi hurmati habibika wa ismil karim wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahim واغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وذنوب أمهاتنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم زيننا بزينة ختم القرآن وأكرمنا بكرامة ختم القرآن وشرفنا بشرفة ختم القرآن وادخلنا الجنة مع القرآن ونجنا من النيران بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن وارحم جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم بحرمة ختم القرآن يا ذا الفضل والإحسان. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القبر مونسا في القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين وانصر وزراءه ووكلاء وساكر الدين واكتب الصحة والسلام والعافية علينا وعلى الحجاج والمعتمرين وزاد المسافر المقيمين في برك وبحرك من أمة محمد علم أجمعين. اللهم بلغ وأوصل ثواب ما قرأناه ونعمة القرآن العظيم وذكر الغافلين هدية منا واصلة ورحمة منك النازلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا وشافينا وقرة عيننا سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ثم جميع أولادي وزواجي وصحابي رضوان الله عنهم أجمعين جميع الأنبياء المرسلين من الخمس من رسل وجميع الملائكة المقربين بحضور من أولياء الصالحين أينما كان من شيخنا أفضي إلى مغربية بالخصوص شيخنا مربنا كي حمد جازي قسمي وزوجاتنا حج أهل السنة وشيخه ووالديه ومشايخه وجدوده وجداده وجمعواني وصحابي ومقبنا فأنتم في الله مرحم وعيننا بركاته وكرماته وشفاني بسرارهم وأنوارهم وعنفتهم آمين بحضور جدودنا وجداتنا وآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأساتذنا وأقربائنا ومشايخنا ولمن حق علينا ولأرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والمستمعين والمستمعات وذاكرين ذكر ربنا الأحياء منهم وبالأخص سبحانه برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين استجب دعاءنا بحق من أرسلت رحمة العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح المغول والخاتم الأسبق ونصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدوم قدار العظيم جزى الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.